النهارده في مجلس النواب تقدمت النائبه شاديه ثابت عضو مجلس النواب بطلب احاطه ضد وزير الصحه بعد ضبط كميات كبيره من لحوم الحمير في محافظات مصر. ده موضوع خطير جدا، ويمكن انا بشكل شخصي اتكلمت عنه في اكتر من حلقه في اكتر من برنامج قبل كده من بدايه ظهور الازمه دي او الجريمه دي انجاز التعبير. الطلب بيقول ان الفتره اللي فاتت شهدت حالات ضبط الحمير المذبوحه والمسلوخه، وان محافظه كفر الشيخ تحديدا والمنوفيه من اكثر المحافظات اللي فيها ضبطيات من النوعيه دي. الطلب بيقول كمان ان حوالي 200 حمار تم ضبطهم مذبوحين في كفر الشيخ خلال ال 15 يوم اللي فاتوا بس، وده رقم الحقيقه مفزع، و 126 حمار في المنوفيه. بس انا عايزه اضيف يعني ازيد من الشعر بيت، انه مش بس وزاره الصحه اللي معنيه، احنا عندنا وزاره الصحه، عندنا التموين، عندنا الطب البيطري، عندنا جمعيه حمايه المستهلك، في جهات اخرى كتيره جدا معنيه بهذا الامر. فاختصار الموضوع على وزاره الصحه برضو اعتقد دي مساله محتاجه مزيد من المناقشه. معانا على الهاتف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحه المصريه. دكتور خالد ازي حضرتك؟ الو. ايوه يا فندم. الو، مساء الخير يا دكتور خالد. نور يا فندم، تحياتي. الله يخلي حضرتك. ايه الوضع يا دكتور خالد؟ عايزين بيان رسمي باللي بيجرى. شوف يا فندم، اولا احنا يعني في بعض يعني النهارده مثلا على راديو مصر صباحا كان في خبر، والحقيقه انا طلبت برد عليه ورديت عليه بشان انه تم العثور على 750 راس حمار مذبوح موجود في القاهره الجديده. نعم. وانا رديت الحقيقه وقلت ان احنا لم ترد الينا كوزاره الصحه بلاغ على الاطلاق باي حاجه يعني زي كده في القاهره الجديده. والهيئه تواصلت مع الهيئه عفوا الاداره العامه لمراقبه الاغذيه في وزاره الصحه ولم يرد الينا اي بلاغ، ولكن طبعا يعني فعلا اعطيت السيده الدكتوره مدير الاداره العامه لمراقبه الاغذيه تعليماتها غدا ان شاء الله في حمله مكبره تنزل على القاهره الجديده، اولا لمعاينه المكان اللي فيه راس الحمير، الحاجه الثانيه للمرور على محلات الاغذيه بالكامل. ومع العلم ان هي افادت اليوم ان هي الاسبوع الماضي كانت في مرور بالفعل على كل محلات الطعام في القاهره الجديده، وافادت انه تم سحب عينات وارسالها للمعامل المركزيه وما كانش فيه اي مخالفه في انواع اللحوم المستخدمه. لكن خليني اقول لحضرتك ان احنا لما بنتلقى بلاغ بشان حاجه زي مشكله في الطعام او اكل فاسد او فساد صلاحيه او خلافه او حاجه تخص حمير او غيره، بتشكل لجنه ما بتكونش الحقيقه مكونه بس من وزاره الصحه، بتكون وزاره الصحه مع الطب البيطري، وبتنزل لمعاينه البلاغ المنصوص عليه، و يعني بتيجي طبعا اذا كان في لحوم عليها اختام بنتاكد من وجود اختام عليها، اذا كان في لحوم مفرومه او بتاع ما بيبقاش طبعا في اختام، فبنقوم بسحب عينات منها وارسالها للمعامل المركزيه للتاكد من صحه الواقعه. لكن خليني اقول لحضرتك ان الاداره العامه لمراقبه الاغذيه في الفتره فقط من نص اكتوبر وحتى اخر اكتوبر 2016 كانت عامله حملات مكبره على الجمهوريه بالكامل، ويعني ابلغونا باعدام 39 طن. يا فندم، الحملات دي تمت، طب اسفرت عن ايه او ايه التقارير اللي تمت بناء على هذه الحملات؟ انه كله تمام؟ يعني الكلام اللي عند حضرتك انه كله تمام وما وردتش اي بلاغات؟ انا ما قلتش انه كله تمام، على فكره انا برد على حضرتك وحضرتك قاطع فيه. حضرتك زعلان ليه؟ حضرتك بتزعل ايه يا فندم؟ حضرتك بتقولي حضرتك كله تمام وانا بقول حضرتك قلت لي اول كلامك خالص انه لم ترد بلاغات، ودلوقتي حضرتك بتتكلم عن انجازات وزاره الصحه انها نزلت عملت حملات مكبره، فانا بسالك الحملات المكبره دي اسفرت عن النتائج يا فندم؟ انا عايز اعرف النتائج. حضرتك زعلان ليه؟ طب ندخل طيب لا حضرتك خلاص، يعني حضرتك قلت اللي عندك، اسمح لي ابقى معايا دقايق على التليفون. على الجانب الاخر معايا النائبه شاديه ثابت هتكشف لنا اكتر عن مشكله الحمير المذبوحه اللي بتتباع للمصريين، واعتقد هي باعتبارها نائبه اكيد ان هي عندها تفاصيل اكتر مننا كمان. اتفضلي يا فندم. اولا اهلا بيكم واهلا باسره البرنامج، وانا عايز اقول ان انا تلقيت كلمات كثيرة بهذا الكلام. احنا لما بنعمل طلب احاطة في البرلمان احنا معناها بنحيط المسؤولين باللي ورد لينا على اساس يتحركوا ويشوفوا صحة هذا الكلام من عدمه. يعني طلب الاحاطة غير الاستجواب، طلب الاحاطة ان انا بقول في احاطة بحيطكم علما
ان انا ورد الينا ان في زي ما حضرتك قلت 200 حمار في البحيره المنوفيه 126 ويليها المحافظات الاثنين التانيين، ولكن احنا بنحطهم علما حتى زي ما قال الدكتور خالد ان ينزلوا يعملوا استقصاء يعني للحقائق ويشوفوا هذا الكلام صحيح ام لا، لان فعلا الاشاعات كترت اول ايام دي. يعني النهارده كانوا بيقولوا لنا السرنجات لا يمكن ده يكون صادر من وزاره الصحه، ولا يمكن يكون يقولوا استعملوا سرنجه مرتين، ده احنا بنصرف مليار جنيه كل سنه على الفيروسات، يبقى ازاي هصدر هذا الكلام؟ فالاشاعات كترت، احنا عايزين نقول الصح فين؟ يعني انا لما بعمل طلب احاطه الصح فين؟ ولا يعفى التومين زي ما حضرتك قلتي، ولا المحافظين ولا الرقابه ولا الامن في هذه المحافظات، يعني دول كلهم لازم يتحركوا ويشوفوا الكلام ده صحيح ام لا مش صحيح. يعني طلب الاحاطه ده بمثابه ان انا بقول في حاجه في الحته الفلانيه تاكدوا لي منها، الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ يبقى لازم يبقى فيه اجراءات رقابيه مشدده وعقاب رادع لمن يفعل ذلك. واخد بال حضرتك؟ تمام. فهو ده الكلام، احنا مش عايزين، احنا مش بنخون حد، احنا عايزين نعرف صحه الموضوع. يعني اعتقد ان حضرتكم كمجلس نواب ووزاره الصحه المفروض ان احنا واحنا كمواطنين مصريين واعلاميين كلنا في الاخر هدفنا واحد، مصلحه المواطن المصري. فالمساله مش محتاجه ان حد يتوتر لانه احنا كلنا. حضرتك ممكن ده انا اكله وحضرتك تاكلي، ممكن يقدم لاحد الوزراء، يعني ده كلام ممكن اي حد ياكله، ممكن ينضر بيه، يعني واخد بال حضرتك؟ فكلنا في بوتقه واحده وكلنا يعني لازم نكون متكاتفين. فطلب الاحاطه مني ان انا فعلا عايزه اعرف الموضوع ده ماذا صحته ايه؟ انا ورد الي كذا وكذا وكذا. تمام. ورد الكلام زي ده. واسمحي لي برضو ان احنا نتابع مع حضرتك يا فندم في الايام اللي جايه برضو، يعني نتابع نشوف نتائج اللي حضرتك تقدمت بيه وطلب الاحاطه اللي حضرتك تقدمت بيه، ونتابع من خلال بعض المصادر المسؤوله. اتفضل سامر. دكتور خالد. دكتور خالد. دكتور خالد مجاهد مش موجود معانا.